شي بقبال حيفا عامر ابروكن نادو بطل اسرائيل بلاك فاتسوت هاي التركيز الكرة على اجره بطل اسرائيل حتى ان كله احنا وقف هيا نصفق لنشجع هذا اللاعب بقبال حيفا عامر ابروكن زينة جمال ابو سعدة تبرعت مبلغ 150 شيكل بنذكر انه في بعد كؤوس الفيزيوترابيست ولفهيم ولمجموعة ساندوها ليتسلموا الكؤوس التقديرية طبعا افعال حيفا ايضا هنالك نجم عصفاوي في افعال حيفا كابتن الشبيبي ولاعب منتخب الشبيبي بركات وهب ايضا هو لاعب موهوب في افعال حيفا وهذا عامر على الطريق ونجوان موجود تفضل يا عامر نعطيك بدك موسيقى ولا بدون بدون بتذكر انه مرق 2500 تقفيزة كرة على اجره زاد مرة اليوم بدنا نشوف شوية صغيرة يلا نصفق له ونشجعه الرقم القياسي وصلنا انه 4482 تقفيزة يا نجوان لاعب افعال حيفا في محلك مجين جاهز بركات بلام اخوري جاهز يا مان بدناش رن بن شمعون كمان سنتين في كمان شوية بافعال حيفا شو اسمه عنان فرو كل الاحترام اقعد اقعد وطول نجوى منية ممتاز وعمل حاله دتك عمي تعرف شو عندي فكرة منيحة وهو يقفز تعالوا نعمل السحب بالضبط اعطينا هذا اعطينا نعمل السحب كل اللي بس بسرعة شو الجائزة شو اللي جاي هاي يلا رقم شوف خد على جنب نسحب رقم الجائزة سعة طاولة لصاحب رقم 47 نزار ابو قايم بالضبط نزار شو ابو حمدان حطها على جنب مع الرقم على جنب اللي وراها واحد من عدو ورا ياخذها على طول نزار ابو حمدان اللي وراها لدي اللي وراها برضه صيع الطاولي كمل يا عامر برافو ادهم علو 318 حطها معها واحد من عدو الاداره ادهم علو هي الموجودات كل واحد يخليها عليها جاهز اللي وراها شو هي؟ قلم مع الارجونيت اشي اشي مرتب وهاي المرة علاء علو زائد هويدا علاء علو زائد هويدا هي الموجودات كل واحد معها اللي بربح بقدر يجي ياخذها حاليا اللي طلع اسمه بيجي بياخذ جائزته كل باكات مخبيات طبعا ها محاشيف وسيعة وقلم في الوقت اللي عامر ايضا بواصل 250 51 مجدي ابو ركن مجدي ابو ركن تقدر يجي مجدي الف من ورا 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 هي مجدي ابو ركن جاهز اللي وراها يلا ساعة حائط ساعة حائط 310 انتصار ابو ركن انتصار ابو ركن انتصار ابو ركن ديروا بالكم عامر بعده شغال عامر بعده شغال يلا واحد يوقف وراه ياخذ شو هاي كمان ساعة حائط سيد حائط والفائز فيها امير ابو ركن امير ابو ركن 315
يعوضوا ضرائب يعوض. اللي بيربح بيجي مرة بتسلم جوازه. هاي كمان واحد هي انا ابني نخلط محاشير محزيك مفتوحات وقلم فريد ودينا ابوكم فريد ودينا ابو رينا فريد ورينا ابوكم اللي تربحوا من غد. هاي كمان جائزة وهي شعون هلام مع 334 عز كسراوي. عز كسراوي مش مهم غير تنحفظ غيره. اها هاي كمان جائزة كمان واحدة زيها شعون وطقم كلام ابو ركن اركان ابو ركن اركان ابو ركن سمير سمير ابو ركن واركان وين سمير هي هون ورا هي الورقة تحت هي بالك هون ورا. كمان هذه مقدم محلات شكري للاوي وهاي المرة لسلمان وريم ابو ركن سلمان وريم ابو ركن سلمان وريم ابو ركن. انا كمان واحدة كمان برضو جائزة مشابهة. على كل حال اصحاب الجوائز محفوظة كلها لحسون ابو ركن حسون ابو ركن لسه كان كسراوي قبل شوي. حسون ابو ركن كمان جائزة نفس الشيء كمان جائزة مشابهة. رينات كسراوي هاي المرة رينات كسراوي وين رينات تعال يلا من هيك من هيك من ورا. برافو يا عامر ما مش ناسينا دير بالك هي هاجت رينات. كمان جائزة ست خمس قطع للطاولة وهاي المرة مجد مجد ايش مجد الشيخ مجد الشيخ مبروك مجد الشيخ. كمان وهدي شكرا جزيلا تصفيق لعامر رائع جدا بالتوفيق دائما ان شاء الله. 321 خليك تاخذ كاس سلمان مرزوق سلمان مرزوق سلمان مرزوق. وكمان واحد يعطيني الهدية سلمان كمان هذه وهي المرة طليع ابو ركن طليع ابو ركن شو جايزة؟ هي ماشي طليع وين طليع؟ تعال طليع هي ناوي ناوي طليع. طبعا ركاز سبورت في المجلس ابو نزيفي له ايضا هدية من ادارة الفريق. و تعالوا نسلم الكؤوس لاصحابها حتى نكون مع الوصل الموسيقي. حمزه ابو ركن 100 شيكل واعطي خذ حمزه ابو ركن شكرا جزيلا اعطي علم. اخر جائزه مقدم من زايد ابو ركن وهي عباره مجموعه شامبو وما شابه